ما اطول عليكم، بسوي شغلتين. الشغله الاولى سريعه بسيطه، لين ما البيض ياخذ راحته هناك بنسوي الشغله الثانيه. هني محتاجين معلقتين من طحين اللوز، هذا مطحون مو بلازم نجيبه من برا، عندي الطحين وطحنته موجود هذا، ومعلقتين يفترض انه يكون جبن موزاريلا باصناف افضل من هاي، هاي معلقتين ايضا مراعي او صافي جيدين تراهم، فبناخذ منهم معلقتين طعام، معلقه كبيره هاي، وايضا ممكن حليب اللوز، واللي مو متوفر ترى حليب جوز الهند ايضا راح نستخدم معلقتين كبار، ورشه ملح وفلفل او اذا الواحد يبي ينكه باي نكهه. الطبخه اللي مسويها يسمونها دوسه، خبز دوسه اللي هو نفس الرقاق، طيب وجدا ان شاء الله بتشوفونه. ونحتاج الى بان عشان الهاتفال هذا. ملاحظة، إذا اللي ما يستخدم أو مو متوفر ما يحصل حليب لوز ترى يستخدم حليب جوز الهند، وإذا ما في حليب جوز الهند متوفر هو يقدر بمعلقتين جوز الهند مطحونات فوقهم شوية ماي وراح يطلع منهم خليط للحليب. الأمر بسيط يعني. هذا الآن على المقلاة رشينا عليه شوية لذاذ الطبخ، رشة خفيفة جدا يعني ما يحتاج تشوفونها كان واضحة اللون هذا، هذا الرشة هنا، والنار خلينها هادية جدا لأن الخبز محتاج عليها، بس لازم تكون بنحطها تكون هاي حارة عشان تتعود عليها الحين. شوف هاي بس تست صغير قبل لا أنزل الكمية، أنا بعد بتأكد، وللعلم هاي أول مرة أسوي هالتجربة، شيء عجبني وشفته. حاليا يعني صراحة اتجاه بحثي للهنود النباتيين، لان بصراحة يطلع منهم افكار يفكرون خارج الصندوق، وهذا الشيء مفيد معنا نحن كأهل الكيتو. ايوه هذا نفس الشيء، شوفوا هذا اللي راح نصل، طبعا المفروض كان قلبه خير، راح نصل فيها الى المعيار المطلوب ان شاء الله. دائما الاختبارات شوي تاخذ مجهود بس ضروري جدا، ومثل ما تشوفون هذا هني. بالجانب الاخر عدتك لازم تكون موجوده، ها شوفوها، يا صحن يا شيء بتحط فيه المعلقه، ما تحط شيء على معداتك او مطبخك لانه بيترك اثر سلبي. هذا حطينا المقدار كله، الحين ياخذ وقته، بعد شوي نقلبه ان شاء الله. ما قلت لكم هاي عينة أنا حاب أجرب أشوف فيها طريقة، وبعدين بنزيد المعايير قد ما نبغى. الأمر سهل إذا ثبت الأمر بداية خلاص، عشان لأن التجربة تأخذ وقت بعض الأحيان كتجارب، لازم يكون واحد يعني غالبا أنا أسوي تجاربي لايف، يعني ما في شيء قاعد أسويه أنا ما عندي وقت ثاني بصراحة أنا أكون صريح. ما تشوفون الآن السلطة، طبعا ما بنقلبها على وجهها كامل، ناخذها بس فقط بالطريقة هاي، وتكون خبزة جاهزة بعد شوية، بس تاخذ شوية بس، ها النار ضعيفة لازم تكون هادية على راحتكم. طبعا ممكن تكبر تاخذ القد اللي تبغاه او غيره، طبعا هاي كتست، ولو لاحظتوا المقادير كلها بالمعلقه مو بالاكواب، بس من تبرد نشلها حينه، من تبرد من طعمها مخبركم ايضا بالنتيجه. تشوفون هذه سواء من الظهر او من الهاء نفس الشيء، الحين بنتبرد شوية. لا تنسون ان مكوناتها بسيطة جدا، عبارة عن ثلاث مكونات فقط. نجربها ونقول لكم شو النتيجة وهل تستحق. جوهد يا كيتونيين، كملوا تجربة جديدة، ممكن طبعا اضافات ما لها حدود، الابداع لا حدود له، يعني دائما اللي بيطبخ لا يكون مقتصر على
فكره. في شغلات اساسيه نعم نعمل فيها، في اشياء لا مفتوح المجال فيها. اتمنى يعني دائما اللي يتابعون يفهمون شيء، احنا ما مجرد تطبيق، بعد كل واحد لبيئته وكل واحد الاشياء اللي يحبها. اتمنى يعني هذا ها مثل ما قلنا ما فيها، شفت المكونات ما فيها غير 3 مكونات، ومع ذلك الزيت اللي كان هناك واصلا معروف اللوز فيه مادة زيتية، ها شوفوا، لكن طعم طيب جدا وشيء يستاهل من الشغلات اللي ممكن ادخلها على الريوق، وطيبة ايضا. الكميات ممكن تزاد نسبة تناسب، وممكن اضافة حليب جوز الهند ليعطي نكهة جوز الهند والمذاق الهندي الاصيل. بالعافية عليكم ان شاء الله.